خبر عاجل ومهم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخفيض 50% من الأجور الدراسية. هيئة الحماية الاجتماعية تعلن موعد إطلاق استمارة التقديم للدراسات الجامعية المسائية. أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن تخفيض بنسبة 50% من الأجور الدراسية للطلبة من أبناء المستفيدين على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإطلاق استمارة التقديم للدراسات الجامعية المسائية للعام الدراسي 2024-2025. وأوضح رئيس الهيئة الدكتور أحمد الموسوي أن مستفيدي الهيئة بإمكانهم التقديم لأبنائهم الخريجين من الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبية عبر الرابط المخصص للتقديم في قناة التليجرام الرسمية للوزارة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم التعليم وتخفيف العبء المالي عن أسر المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية. وبإمكانكم مشاهدين الكرام الدخول إلى الرابط عبر قناة التليجرام، الرابط سوف يكون في أعلى الفيديو وفي أول تعليق على صفحاتي في الفيسبوك وكذلك التيك توك واليوتيوب. الإعلامي علي بارك الدلوي، تقبل تحياتي.